نطق كلمات الصف الرابع لسون 3 burn scrape band aid gloves nose bleed sprain benching joints first aid kit a bag of ice ask asked press pressed cuff cuffed sprain sprained hold held hit hit fall fell redo redid burn scrape band-aid gloves nose bleed sprain benching joints first aid kit a bag of rice ask asked press pressed cuff cuffed sprain sprained hold held hit hit fall fell redo redid ودي كلمات الليسون دوت بيتكلم عن الهيلث بروبلم المشاكل الصحيه اللي ممكن تقابلنا زي الالتواء مثلا السبرين زي نزيف الانف نوز بليد وحل المشكله ديت ازاي. تعال نشوف الدرس بقى اللي بيتكلم عن ايه. اول حاجه your friend has a burn on his or her hand. عندما يصاب صديقك بايه؟ بحرق في يده او يدها او بنت يعني. ايه الحل؟ السوليوشن يعني الحل. hold the hand under cold water for 10 minutes. نحط ايدينا او الجزء اللي اتلسع تحت المية الباردة لمدة 10 دقايق. your cousin can't breathe she is coughing. طب بنت عمك او اي حد طبعا مش قادر ياخد نفسه وهي عمالة تكح. الحل بيبقى ايه؟ hit her on the back with your hand open. اضغط على ظهرها وايدك مفتوح. Your brother sprained his foot. أخوك مثلاً أو أي حد أو صديقك بيلعب ورجله تلوت. اللي هيحصل press a bag of ice on his foot. نضع كيس تلج على قدمه. فدي الحلول للمشاكل الصحية. Health problems المشكلات الصحية. أول مشكلة اللي هي البرن الحرق نحط إيدنا أو الحتة المحروقة تحت إيه؟ الجزء المحروق تحت المية الباردة لمدة 10 دقايق. بعد كده لو حد مش قادر ياخد نفسه نضغط على ظهره وإيدينا مفتوحة نخبط على ظهره وإيدينا مفتوحة عشان يقدر ياخد نفسه. لو حد رجله تلوت بنحط كيس ثلج أو حاجة متلجة على مكان الالتواء. يبقى دي الهيلث بروبلمز ودي السولوشن الحل بتاعها. طيب تعال نشوف الجزء ده كمان. اعطاء التعليمات giving instruction for help. someone fall over and cut their leg be a kind friend. لو حد وقع ورجله اتجرحت be a kind friend خليك طيب معاه. ايه اللي هنعمله؟ number one ask them to sit down. قول له خلاص اهدى واقعد كده. number two put on gloves. ما نتعاملش مع اي حد بينزف واحنا ايدينا من غير قفازات. wash the scrape with water and soap. هنغسل الجرح بالمية والصابون عشان نطهره لو عليه اي حاجة. put on a band aid. نحط الضمادة على الجرح. the next day wash the scrape with soap and water again redo the band aid. اليوم التاني هنغسل برضو تاني نشيل الضمادة بقى ديت نرميها ونغسل تاني ونحط ضمادة جديدة. redo يعني قاعد نعيد وضع ضمادة يعني نحط واحدة جديدة يعني نشيل القديمة ديت ونحط واحدة جديدة. طيب لو حد بقى أصيب بنزيف الأنف إيه اللي إحنا ممكن نعمله؟ someone has a nose bleed be a kind friend. خليه كويس طيب معاه. هنعمل إيه؟ ask them to sit down. أهم حاجة لازم يقعد ويهدى. put on gloves. الجلوفز برضو معانا في أي مكان. أي مكان فيه دم ما ينفعش نتعامل معاه بإيدينا من غير قفازات. hold their nose. اضغط على انفه. ask them to breathe through their mouth. طبعا الانف هتتقفل فيبقى لازم يتنفس عن طريق الفم. continue pinching the nose for 5 to 10 minutes. هنضغط على نستمر في الضغط على الانف لمده من 5 ل 10 دقائق لحد ما النزيف ايه يتوقف. يبقى دي الحالات اللي ممكن تقابلنا او تقابل حد من اصدقائنا ودي طرق التعامل معاه ازاي نتعامل مع كل حاله ودي بتعلمنا نبقى ازاي كويسين وعاطفين مع الاشخاص اللي جنبنا سواء كانوا اصدقائنا سواء كانوا اخواتنا سواء كانوا قريبنا. فلازم نتعامل مع كل حالة زي ما هو قال لنا الحالة والحلول بتاعتها.